لا تستنطقه أبدا ولا تقرأ على المريض بنية استنطاق العارض اللي عليه. هذا ما يصلح أبدا لأكثر من سبب. من أهم الأسباب أن المريض يتأذى، يتعب جسمه، تتعب الأعصاب، تسترخي، يصير عنده مشاكل، يصير عنده مشاكل بالدماغ، يصير عنده مشاكل بالتفكير، بالعقل، بالعيون، بالشبكية، بكل مكان في جسمه، باللسان، بكل مكان. يتعب جدا جدا المريض، يتعب أكثر مما يتعب المس اللي عليه. فأنت لا تقرأ عليه بنية أنك تستنطقه. فإذا نطق معك، أنا من الناس اللي إذا قرأت ثم نطق معي، هو نطق صدفة، يعني مو هو اللي استنطقته، أحاول أنا ما استنطقه. الهدف من قراءة الراقي على المريض اللي هي الرقية الشرعية لشفاء المريض فقط، وليس الاستنطاق والمحاورة والجدال أبدا. ما تحاور الجدال أبدا. محمد عليه الصلاة والسلام كلمة واحدة فقط قال، قال اخرج عدو الله، أنا محمد رسول الله. فإذا لابد أنك تستنطقه، نطق معك، نطق هو، مو بد اللي استنطقته على طول مباشرة تسكته ثم تقول أسألك بالله أن تترك هذا الجسد طاعة لله ولرسوله. اخرج من هذا الجسد، نحن أتباع محمد وعباد الله وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم فقط، لا تناقشه أبدا. فإذا نطق معك هو أصلا من تلقائه بدون ما أنت تستنطقه، حاول بجهد المستطاع أنك تنهي موضوع الاستنطاق وتسكته بأي حال من الأحوال حتى لا يستمر النطق على لسان المريض، فيصبح هذا المريض وكأنه مركز خاص بالمرضى والشياطين ينطقون على لسانه كيف ما حبوا. لذلك ممنوع منعا بات شرعا وقانونا ونظاما وشرع ورقية وحتى عقلا أنه أن الراقي يستنطق العارض من على المريض أبدا، حتى لا يخلط الحابل بالنابل ويحوس المريض ويحوس اللي معه من أفكار سلبية ويبدون يخافون ويبدأ العارض ينطق على لسانه دائما لأي سبب من الأسباب. لو بس تقول له بسم الله الرحمن الرحيم ينطق معك العارض، ثم يبدأ يخوض معك أنت وياه، تسأله ويكذب، تسأله ويكذب، ثم لا سمح الله يوقع الأسر ويوقع العوائل في كذب، وفي هذا سحر فلان وهذه سحرة وهذا اللي سحرك خالك وهذا فلان وفلان، وهو غير صحيح أبدا. ما نأخذ منهم ولا كلمة أبدا إلا النوادر منها، لما تكون مثلا يقول أنتم تتعبوننا بكلمة التوحيد، هذا مصدق فيها، أنتوا تتعبوننا بآية الكرسي، نعم نصدقه، أنتوا تخرجوننا من بيوتكم يا بذكر الله، أنتم تخرجوننا من أجسادكم بالإغسال بالماء البارد وبشرب العسل، إذا صدقك وهو كذوب. أما عدا ذلك فلا نصدقه أبدا ولا نأخذ من كلام الشياطين والعارض أبدا. عند الاستنطاق ممنوع من عبات، لا تستنطق أبدا. أرجو من جميع الرقاة على وجه الأرض، كل من قال لا إله إلا الله لا تستنطق العارض أبدا ولا تخليه يستمر لسان المريض بأي حال من الأحوال، لا ذكر ولا أنثى ولا صغير ولا كبير بأي شكل من الأشكال. ترى هذا مؤثر جدا على صحة المريض وعلى فكرة وعلى عقله وعلى خلايا الدماغ، حتى فيما بعد حتى لو طلع العارض منه يبدأ يصير عنده دائما مشاكل صحية وأعراض تشير إلى أنه لا زال فيه مس وهو صار بخير، ولكن سبب الاستنطاق اللي صار استنطاق بكثرة هذا يؤثر على المريض. فاللي أرجوه منكم يا أخوان الرقاة، أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض أن يعينكم ويكتب أجركم ويدخلكم مدخل الصدق ويخرجكم كذلك مخرج الصدق. لكن إحنا اللي بنقولكم أنتم على ثغر، أسأل الله أن يكتب أجركم، ولكن احرصوا كل الحرص زي ما قلت لكم أنه ما في أبدا أي استنطاق، في حالة واحدة فقط، نطق معك غصبا عنك وانت قاعد ترقي بدون ما تحاول تستفزه، ما لكم لا تنطقون، ثم تقرأ آيات النطق حتى ينطق معك العارض، هذا أكبر خطأ. ثم تبدأ تسأله أنت من وين جاي، أنت وش اسمك وشلونك، من اللي سحرها خالتها ولا عمها، وين حطوا السحر، وين إحنا ما لنا شغل في هذا الكلام كله أبدا. نفعل ما كان يفعله الصالحون قبلنا والأنبياء، اللي هو نقرأ عليهم ما تيسر من كتاب الله بنية الشفاء وطرد الأذى وإبعاده. فإذا نطق صدفة نسأله فقط سؤال، مسلم ولا كافر، وش وضعك، كذا كذا، أشهد أن أنا أدعوك للإسلام ما قبل، تبدأ عليه بالرقية حتى تسكته، تستمر حتى يشفى مريضك بدون تسمح له بالنطق أبدا. أحذركم للمرة الأخيرة، أرجوكم رجاء لا تخلون الناس يأخذون عنا فكرة ويأخذون فكرة عن المرضانين، وتبدأ الأسرة تتعب وتصير يصير الموضوع موضوع استهتار وتلاعب. حتى أحيانا الآن بدأوا الشباب يدخلون على البرامج، خاصة اللي لا زال يرقون عن طريق البرامج، احنا متوقفين على من زمان، حذرنا من الرقية على البث، حذرنا من الرقية بالهاتف، حذرنا من الرقية بالأشياء الوصائد، لازم تكون الرقية مباشرة على المريض وجها لوجه، أفضل حال حتى تستطيع السيطرة عليه. ربما ينفع أنك تسمع شيء من القرآن أو كذا، وهذا ينفع نعم، لكن كرقية شرعية أنك تمسك التليفون ترقي على شخص
ربما يؤذي نفسه، ربما يكون ما عنده مرافق في البيت، ربما تكون بنت أو شاب أو شابة ويفتح الباب ويخرج، ربما العارض يؤذيهم لا سمح الله بأذى، فأنت تكون بعيد لا تستطيع مساعدتهم ولا شيء. لذلك حاولوا بجهد المستطاع أن الرقية الشرعية تكون صحيحة ومرتبة ومنظمة كما إحنا نعرفها ويعرفونها علماءنا، أنه أنك تروح تلقي على المريض وجه لوجه ولا تستنطق العارض اللي عليه ولا تكثر عليه من كثرة الضغط بالقراءة حتى ترهقه، تكون جلسات جلسات جلسة ورا جلسة حتى يشفى مريضك بدون معاناة بدون تعب، وتوجه المرضانين وجهوهم إذا قرأت عليه قل له يا فلان الصاحي منهم اللي يكون بخير، أقصد اللي يكون يعني واعي، تقول له ترى مريضك الحمد لله بخير، لا تحسسهم شيء، لا تقول لهم والله فيه سهل أسود ولا برتقالي ولا أخضر ولا عين ولا أي شيء، خفف المسألة، عارض بسيط جدا وإن شاء الله بيصير بخير، إنما عليكم باتباع الطرق التالية، عسل بالطريقة الفلانية، زيت زيتون بالطريقة الفلانية، ماء بالطريقة الفلانية، حتى الأعشاب أنصحكم وأوصيكم وصية أخ لأخوانه سواء الرقاة أو اللي يسمعني الآن، لا تستخدمون الأعشاب بأي حال من الأحوال لأنكم ما تدرون هل هي مضرة ولا لا، إذا لابد في الحبة السوداء لمدة 3 أيام على حبة التمر 7 حبات سوداء فقط على حبة التمر مع زيت زيتون تؤكل لمدة 3 أيام بعدين تتوقف عنها، لأنه لا سمح الله قد ترفع انزيمات الكبد أو قد تسبب مشكلة كثرتها تتحول إلى سلبية. لذلك الأعشاب بصفة عامة نحذر كل الحذر يا إخوان، لأن في كلى في كبد في طحال في مريء وفي أشياء في جسد الإنسان ما يتحملها، وفي شخص قد يتحمل شيء من الأعشاب وفي شخص قد ما يتحمل لمرض موجود، أنت ما تدري، أنت ما أنت دكتور، أنت راقي ما تدري وش اللي في داخل هذا المريض، تعطيه وصفة معينة مثلا خذ العشب الفانيلا ولا هذه اشرب منها او افعل او حتى الاغتسال، لانه ربما تثير عليها حساسية او مشاكل جلدية او تساقط شعر وهو ما يدري ايش الموضوع وطلع الموضوع من الاشياء اللي انت اعطيته اياها. نعم.